وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى، حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم شاخصة أبصارهم حفاة عراة تدنو منهم الشمس ويأخذ منهم العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيتقدمون يطلبون الشفاعة، يطلبون من يشفع لهم عند الله أن يريحهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، كلهم يعتذرون ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا الموقف حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويتقدم إلى ربه سبحانه ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعته. شوف، ما شفع إلا بعد الإذن الاستئذان، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما شفع حتى أذن الله له أن يشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم، هذه الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إنهم إذا جاءوا إلى الجنة لا يفتح لهم على طول، ما يفتح لهم، فيستشفعون بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لهم، فيشفع لهم فتفتح لهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ما قال جاءوها فتحت أبوابها كما في أهل النار، بل قال وفتحت أبوابها، فالمجيء شيء وفتح الأبواب شيء آخر، وذلك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي قبلها أيضا خاصة. الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. الله جل وعلا قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأبو طالب كافر مات على الكفر، لكن نظرا لكونه وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ومن أذى قومه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه على ذلك، حاول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فمنعه الله عز وجل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الدار الآخرة إذا دخل أبو طالب النار مع الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه، لا في إخراجه من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار، لكنه يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط، فيكون في ضحضاح من نار وفي أخمصيه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه،
مع أنه أهون أهل النار عذابا. فهذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة في كافر، وللرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له من الله عز وجل. هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.